نعم، لا تلبس الديباج والحرير ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ثابت. لكن في حديث آخر فيه زيادتان ضعيفتان، وهو الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه من نار جهنم. هذا الحديث بهذا اللفظ فيه زيادتان متكلم فيهما، زيادة الذهب وزيادة الأكل. أصابه الذي يشرب في آنية الفضة فكأنما يجرجر في بطنه من نار جهنم، والله أعلم.